فينيسيوس جونيور كما هو متوقع فاز بجائزه افضل لاعب في هذه البطوله بطوله كاس العالم للانديه ساهم في حصول ريال مدريد على البطوله فالفيرتي حل في المركز الثاني في قائمه الافضل وبعد كده بيديو سجل او لاعب الهلال كان في المركز الثالث بقائمه افضل لاعبي كاس العالم للانديه طيب فينيسيوس جونيور عمل ايه بقى في كاس العالم للانديه؟ فينيسيوس واحد من احسن اللاعبين في العالم في الوقت الحالي، لعب مباراتين سجل ثلاث اهداف وصنع هدف وسدد ثمان كرات وصنع اربع فرص، ارقام عظيمه جدا لفينيسيوس في هذه البطوله، هي إيه ارقامه زي ما حضراتكم شايفين، لعب مباراتين سجل ثلاث اهداف وصنع هدف وسدد ثمان كرات وصنع اربع فرص.